السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسائل جاءت في الامتحانات على الحركة التوافقية البسيطة للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. كالعادة تقرأ المسألة، بتحدد المعطيات، بتحدد المطالب، الرموز المناسبة، بتحدد المسألة من أي وحدة دراسية لاستحضار الأفكار والمفاهيم التي تساعدك على الحل. يبين الشكل المجاور جملة ثقل وزنبرك. يهتز الثقل في حركة توافقية بسيطة، إذا عرفنا المسألة من أي وحدة درسية، بين الموضعين A و C مرورا من الموضع B. هذه A أقصى إزاحة على اليمين، وهذه C أقصى إزاحة على اليسار، وهذه B موضع الاتزان. فإذا كانت كتلة الثقل المتصل بالزنبرك هي كتلة الثقل، والزمن الدوري هو 3 ثانية، فأجب عما يلي: 1، عند أي موضع تكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن؟ هذا نظري. أنت بتعرف أنه مرورا بموضع الاتزان بتكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن، إذا بنقول عند أو مرورا بموقع الاتزان، أو عند بي اللي هي موضع الاتزان. الطلب 2، حدد على الشكل اتجاه قوة الإرجاع عند الموضع A، هي قوة الإرجاع، إذا عكس اتجاه X الموجب. طلب 3، احسب ثابت الزنبرك. كيف نبدأ بالحل؟ لحساب ثابت الزنبرك، كونه عندي الزمن الدوري هنا لضيق المساحة فما سجلت المعطيات، وعندنا الكتلة، إذا كونه عندنا الزمن الدوري وعندنا الكتلة، إذا نقدر نستخدم معادلة الزمن الدوري لحساب ثابت الزنبرك، لأن معادلة الزمن الدوري تحتوي على 3 كميات اللي هي الزمن الدوري والكتلة وثابت الزنبرك. نستخرج منها من ربع الطرفين حتى نستخرج المجهول، المجهول هو ثابت الزنبرك، هذا رياضيات ترتيب، وبنعوض وبنحسب. إذا الفكرة أنت أخذتها، وصلت لك الفكرة، خلاص ابدأ أحل لوحدك. بتمنى أكون وصلت لكم الفكرة بأبسط الطرق، وفي انتظار تعليقاتكم.